يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيث مثلا سجدنا هذر بفضل الله وبرحمته ذي الدرسنا المتواضع أفيو الصفة إجحب سيد ربي وثلا من صفات رب العالمين، والصفة سيد ربي الصفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصفة المؤمنين، والصفة جذا الرفق. الرفق أيث مثلا ذي الصفة إجحمي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ما رفق في يدك ماك إنسي من العفذ النظر كن يبغي يريم تقفيض ستيز الطقواي تقفيض سوخ زوري الهان تقفيض سوذمي سوذ من العين ثم سي مرة أكو أكن فغوتي ليت ولكن كتنين تقفيض السهايا تقفيض السليسر تقفيض ستيز الوكين إذا الرفق أيث مثلا وكان يحب سيد ربي سبحانه وتعالى يعبد سيدي لي يقر سيد ربي قواليس الله لطيف بعباده وقرن المفسرين معناه لطيف بعباده رفيق بعباده يتعامل سيد ربي سبحانه وتعالى الخلق اللطف يتعامل الرفق سبحان الله مرث مقرض أويقين أملحان مقارن الرفق أدمن ثلاث الحروف يقلن دقسي إلا الراء إلا الفاء إلا القاف مرث أول الكلمة يقلن دفضل معنى إنس الحقيقي إزدق يسيق الله المعنى إنس الزور ما دمن الراء أتسرد غير الرحمة ذر رأفة من سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يقديف كان يوانش بشذي لهم الزخل من الفعل النينيك من الفاني ذخل الفعل فعاني من الجوارح نينيك أكو ذي القافني ذي الأقوال وين أقوال محنا أنا دي فغن دقمينيك أنا دي فغن سليسانيك إذن ذر رحمة ذر رأفة أريلين الزخل ومسلين دينيض وذخل الفعايل نينا تخذن ذكني الزخل الجوارح نينيك ويسمى السيد ربي الرفق سبحانه وتعالى التنية مثلا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ندن في محمد صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه سيدي رد قاري قرد الرسول صلى الله عليه وسلم سيدي ربي رفيق يحب الرفق وتسكأ في الرفق وتنعمد غف الرفق أي ندي تسكأ في صفة النظر التنية مثلا إذن سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يفكي يغد الدين النعمة افتيت ذكس كل صفاته الهان مرة وثلذي إلا ذكس الرفق خزر كلام كدي قال قبيلس عزيزا هدي قال وما جعل عليكم في الدين من حرج وتشفضر الحرج وتشفضر أين مرة أكو أريع قرن تذرثينك الزخين دين الزخين الإسلام حشنا كير أتزيد تذرثينك أين كهنين أكدف كن سكينة الزخي قوي تعيش تم عيش تنا الرحمة ربي دي دوني وتسرجوك الرحمة ربي الله خلص يكتب ربي جميعا إذن مثلا إذن وما جعل عليكم في الدين من حرج يقرد سيد ربي قبيلس عزيزا لا يكلف الله نفسا الا وسعها نشتقي ذا الرفق نسيد ربينا في العباد يند وتكلف غير يعبدي وسوين مو يزمر لا يقرد لا يكلف الله نفسا الا وسعها خرب كويني يغدي يوم مره هكا ذين ميكزمر الانسان اذا يرفض ذين ميكزمر الانسان اذا يخدم وذين اغدي يكلف لا سوين منزمر لا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كيف مثلا وجم ذا الرفق نسيد ربي سبحانه وتعالى اكسعان في العباد خزرت كان يثمثل فظليث الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين تجد شاركش تيمس للإسلام تظليث ويفرضت سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى في الأول يفرضت 50 تظل لأنه تدي فرض وتدي فرض ذي القاعة من الفرائض النظر مرة أنه كرب وين دي فرض مرة فرضت دي القاعة ولكن ذي مدي قلت تظليث الناس ماشي دي أنه كتد فرض كتد فرض في سدرة المنتهى للسماء في السبعة يني والسبعة غير سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يجلس سيد ربي بلا ترجمان ينس لكه عن خطر فظليت سجد الصيلة يجلس سيد ربي الخالق سجد العلاقة يجلس كي يذين يعبد أكد يخر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى المعنى دوالي الصيلة بين العبد وربه يفرضت 50 تزيلة دي فرض هي رواس اليض يفرضت 50 تزيلة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقيد الإسراء والمعراج يتسوغي ذي السماء السابعة ذي سدرة المنتهى يتسوغي ذي حشم السماء إلى الدواس إهنين إلى الدواس ويستا إذن قال سيدنا موسى عليه السلام يمد صوب الناس فرضت سيد ربي سبحانه وتعالى 50 تظيلة الناس وغاي قضايا وغاي غروس الزميرة للأمين باش أتخدم 50 تظيلة غروس الزميرة أي تشو إنفي
النبي صلى الله عليه وسلم يتسوغي يقر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كان سيدنا موسى أرمز دي الصوذر خمسة ظلة يغي الناس سيدنا موسى عليه السلام وغالي اكدي خف أكثر الناس والحال السحاب الناس ولا مشاو يزمع غادو خمسة ظلة ولكن سيد ربي مشبيح آسي قال يا محمد يا رسول الله الناس الأمة كلفت خمسة ظلة عملا ولكن خمسين ظلة في الأجر كل صلاة سعيد عشرة ظلة قصدي الأجر كل الحسنة بعشر أمثالها انظر رفقك سعى سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ما تزل تصلي فيك اكني سيحمي سيد ربي نصلي كما رأيتموني أصلي اكني الظل في صلى الله عليه وسلم والظل تسدي وقتك اقي كيف كيك الأجر عشرة ظلة أكا سبحانه وتعالى أكا السيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كسان الرحمن في العباد يقرد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي أمضيت الفريضين وسعد دقس أسخذ من أسخذ من عبادي وخفغ في العبادي سبحان الله الرحمن يكسع سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يقرد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه يقرد ينادي الندن في صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولد وهو يرزقهم ويعافيهم إند ولش وجزمنا ذي صبر إيا ذم يسلي عفديس أم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى سيد ربي الخالق الخلق قابل التوب شديد العقاب ذي الطول ويمنع على ذي التهم العفديس نسيتني دقيقا تهمنت لشو مثلا يجعلون له ولد لنا سعيد ميك وانسا ازن دي تسكر رزق واثني دي تعافيهم واثني سعد دي الوقت رويض خطر يعفذيش يسمى دي قريب واسغر غورس اكا سيد ربي الخالق يقتوه من ينثو سد فسوس غروة دي عفذي يسمى جواس اثني محق اثني كش مرة فبريد اثني دير ان شاء ان يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد إذا ما أجبك ما أجب إذا نكسر مرة نعود غل الخلق جديد ولكن يقضي التهمني باش يعني يقول الإنسان المؤمن هذا زار بلي غش وتهم ذا الإنسان المؤمن ذا شيء تعسر منافق شيء تعسر كافر ذا شيء تعسر المشرك ذا شيء تعسر هذا باش يعني هذا طيح الإنسان المؤمن سيد ربي سبحانه وتعالى من على ذي الدهمة أنبياء الرسول لسيدنا نوح أرمي النبي صلى الله عليه وسلم ومن على رأى فما بالك أيها الإنسان المؤمن إلى قد صفر ذي ويا باش أنظر سيد ربي ما كان لله أن يتخذ من ولد وسعر ميس سيد ربي وسعر الصاحب وسعر الولد أم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى تهمنتي سعر ميس سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وتهم أن يظن أن الصلب الميكاقي من غانت أم كاث عرضض الإله ونمني عالم ميس عن طريق فيس يعقيك أم كاث عرضيون الإله أتعرضض أن سميس بدته في مني عالم إذن سيد ربي أوري سعي الميس أوري سعي الميس إليس أوري سعي الزوجة أوري سعي الصاحبة سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى العباد غير غرس كيف إن أكرمكم عند الله أتقاكم الخيار ذي نوري سعد السحس ولا سوى الرويس ولا الشيس ولكن سل العمل الصالح ذي الإيمان يسعد قوليس إن أكرمكم عند الله أتقاكم أحضر كان مثلا سيد ربي يسفر في الأذى العباد ينس وينا ينفسن إفكيس الطوع آثي قوسات قوين غير غرس سبحان الخالق أكيد مثلا إذا خزرت كان سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى العقاب في العباد ينس يتسرث العقاب في العباد ينس يتسرث يقرد خلق سبحانه وتعالى ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا إلو كان أذى سيد ربي ماذا دي قاسفين إلى القوية ونغفين نخدم الرفيع عزيز جاو دي صغمال دي قاع الروح دي القاع ودي صغمال النفس ودي صغمال وتصغمال ولكن سيد ربي ألا يسم طيي عفذيس يسم طيي عفذيس أهتد يغيق وصغر غرس كان خزر كان الرفقك سعى سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى غفل عفذينس مذي الرفقك سعى سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى غفل عفذينس أديش كر يعفذيس العمل القليل العمل القليل ماذا قلت حمضت يفرح يسي العمل القليل والذنوب مقرنا نخذن عفو يشكر القليل ويغفر عن الكثير من الذنوب قال سيد ربي ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ودخي قال سيد ربي باش ذا قاعد سب ولكن خزرتم كي أمكي يحمي ونارثي حمدن ونارثي شكرا في العمل أنا أدخل ماذا خطأ نشكي وفقا باش نسخم العمل نشكي يكون وفقا باش نروح هذا السقيق على أنزال ذكو خميس عزيز أنه جهود ما ونغر وصادق في ربي ثزي لنا غدق في ربي عبادتنا يقارد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد يقارد ما أين نكدف كسيد ربي ذي النعم
نعم فظل فيك أو ليك دولها العبادة النعمة الصحة يقدف كنعمة الدري يقدف كنعمة العلم يقدف كنعمة الفكر يقدف كنعمة المال يقدف كنعمة الرويك الدري يقدف كنعمة ماذا قلت حمد تشكرت سيد ربك ديزنجد إنك حمدي حاجة حمدي حاجة أحمد شكر يا حاجة أشكر زيادة ما كيتزكدا خطر الخزائن نس وتفك ترى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم إلا خزائن وتفك ترى لو كان ذيفك كل عفاظ مرة نكون دوني ثمرة المسائل كارقوين رد الضيف المرة أما كنا ثقر تسجني ثر دخي البحر خزر ذا شو ما الدوية أشهد ينقص دخي وسعد أشهد ينقص هدي قر وإذ تأذن ربكم اجعلوا تسجد ربي القانون لا إن شكرتم وإذ تأذن ربكم لا إن شكرتم لا أزيدنكم ماذا قل لك شيني متحمد تشكرت لسان هذاك ديزقد ويتفكرت زيادة صغور سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى حاش ما تفوق الحمد للشكر يفوق ذي عبديس ما دامك شي تحمد سيدي ربي تشكرت سيدي ربي سبحانه وتعالى ديزقد زيادة اسمع يفك الحمد للشكر في عبد أكيد إن سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى والزيادة نسألك ديك الزيادة شو تحمد ضرر تشكر ضرر ولكن آدي قال ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد ماذا قال كفر ذي السيم لا عذاب إنه لا عقاب إنه مقارن ذي السيم الثافيش كيف تسحق شو حدش خمسة شيء ندير الدريا مستور لهذا وين ندير الفكرين كيف تسخر مذا وين المضرة الغير إن يدي في كذا النعم إذا السلاح يشوف كيف تسخر نطني المضرة الغير يبغى نصير الضرحنا من العبادين إبند وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكذلك المؤمنين مرة أكو إن إذن دكو تسلم ذا الرحمة للعالمين إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين يمر تسيدي ربي المؤمنين سوين سيدي يمر الأنبياء ذا الرسول إش قاعثي تبشدي لرحمة للعالمين ولكن غجع يا رب إن شاء الله ذي مؤمنين يتمثل أن يجري مرة رحمة للعالمين أن تسمت أن ذي ميحذي مكياني يمدخين المجتمعاتنا تجينا أن صفر إلى ذا أين يفغون يكد ولكن كنا هذا الصفر دائما الكفرية سيدي ربي غس الزمان يريد أن نقول أنا ساقيا يعار بشر الطفل عبد ذكماني شو يتصفغال أنا وفريد ولكن إلاق العبد ذا الصفر الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله الجنة لا ذي الزمان يشبال وقيم ماذا قلت تمسك شوية ذي السنة سيدي ربي أذي من عبذيش أكيد ذي العيقة فينش كان يتمثل إذن الشكر يديم النعم الشكر يديم النعم يقرأك المسناوي إنك إذا كنت في نعمة فرعها ماذا قلنا في النعمة يثلث نعمة الصحة نعمة الدريان نعمة المال نعمة الفكر نعمة العقي شحال عيفة ذيك سعانة أكين اكتعقينا هاتي فنك والعيفة يفنك ثمو سنين إفن تنكمل يقص يغليت في اللسن لما لدي دار زايمر فغليت أرون سلوثن عقينا را إخامن سلوثن عقينا را موثن التفنا را ذنسن دي فران من لون وذي موثن بلك دي فران دي فران سون كل سون ماشي حاجة قوارن أستنى ذا سيدة ربيان نكسكي غفي عقي وماشي في الله لا نسيك دي فكان يعقيني إذن إذا كنت في نعمة فرعها أكيد كدي خير إنك فإن المعاصي تزيل النعم المعاصي تزيل تكس النعمة ما تخمض ما تخمض المعاصي أتعصب بينك دي فكانك نعم النعمة نعم إذ ماذا تكس مش الحاجة قوارا في الناس وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله شديد فإن الإله شديد النقم إنك أتحافظ في الناس ما شكرت سيدي ربي ما شكرت الإله الواحد الأحد شكرا نس مرضى تحفظ ولكن ماذا قلت لك شيني تكفر سيدي ربي شديد النقب إذ مالدي الزيان غفافيس سبحان الله كيف قال مثل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه كدينا إن تقيدوا نعم الله بشكر الله تعالى قيدوا ما تفضق أتقيد أتفضى رغور كتشد ذلك تسرح لهم تسرح لهم إذن أتقيد ذلك النعم أن سيدي ربي وتسرح لهم ما تحمد سيدي ربي تشكر ذكرت الصفح تفضي منك الصحة تفضي ثقوة الضرر تفضي ربك في خير تفضي دخلك في خير يا بن حمدك نشكري حمدك نشكري ويتكسر سيدي ربي النعمة يا عبدي اسم لي اللي حمدي في شكري تستعرف بلنتك سيدي في كان وإن من شيء إلا عندنا خزائنه أهدي اللغة الزيادة غير يدير ماشي حافظ كان ركسي حافظ وما بكم من نعمة فمن الله وكستند الكيد حلان صور سيدي ربي وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأروا سبحان الله إذن أنا عقية سيدي ربي الرفق ساعة في عيفاديس الرفق ساعة في العيفاديس سيدي ربي عفو الدنوب غسكي اخي شكر العمل الصالح ان شويه طنيه كثير ذنب قرحان يجمر تخمضي وتخمضي ازل وثمري وان العمل الصالح اخي السيم غاسل ربي تفضيسك يوم القيامه يغرب جبل احد اذرا احد يوغاريت يستجمات سيدي ربي سبحانه وتعالى كيف مثلا شويه نشرح لك الشكر وكذلك يعفو الذنوب مقرن خزر فيك يدي قر سيدي ربي سبحانه وتعالى ان تقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم
لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إقرار استقرار الرسول صلى الله عليه وسلم، قل أمر لرسول الله استقرار صلى الله عليه وسلم، قل يا عبادي، إن أشني يا عبادي أني وني ذي عبادي كسيد ربي آدي قري الذين أصرفوا على أنفسهم، يقول إيف كان أنفسي فاروح حنسن، يقول إيف فغن أوفريد سيد أوفريد سيمي فغن، ولكن الناس يا عبادي خنوي ذي عبادي ساعة الرحمة في اللون وفرغ على ذو ونكون سيد جغرا وكن دخي خارج جهنم أخلقه وكن دي جنف إما كن دخي غور وثسقر في الغار جهنم، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. خمس الحجة في قلون جهنم ماشي في لون في سيد خدمة خدمة سيد الكفار إما سيد خدمة ماشي في لون في سيد خدمة كا إن إذن غش كما فوز ذي فاروح إنه وتفغمي وفريدي ومدائم ذي العبادي وكن صار جغم ما دغيم غرغوري. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن دوت سيستر ذي الرحمة ينو سيد ربيع فود ذنوب مرة نقع فوثن وتقوذو الزيت غرغور وتقوذو ذر يا قد يمني عن سوى شتي ألوك قم ألوك عن 900 سنة ثورة ذي عباد وياش خلاص أنا لو قاعد دنميا عايش ما شئت فإنك ميت، وحب من شئت فإنك مفارقه، وعمل ما شئت فإنك مجزي به. أين فغلت عشته يا قرارات مثاضينا إيه اسمع قيد كنا الجذي كدل نيفا بثنا أني ذا لن دفل ذن سن لن سدوم القرار أن في كفوس ذي ثارو حنا، ولكن دي قاسي ذا بيوم الزيت ذا غور سوى ذوذ أذا ونافق دنون، ولكن بشرط بشرط أدي قارو غايث دغور وأنيبوا إلى ربكم، أي تكمل الآية بعد قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا. وغايث دغرغور أو نعفوك دون فنون وغايث دغرغور، ولكن ما يقول ملك الموت هذا قد يقفض الروح نون قفض باب التوبة ذي ذي فلاس ما ذي قلي قفض بشد يقفض الروح روحي أهد زمر ذا السنة ذا السنة درجوم أنه يخرج طوح الوقت يزمرها مازل فوق هارا لفي لقم كان فيها مازل التاري غالا أهد السقسي غما فيرين نغاية أهد زمر ذا لا ودي استأذن لنا في خامن ودي كثف ثبورا مدي الحق ذي قضى روحني مبافيش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغار غير مدي قضى ملك الموتى ذي قضى روحني ثبوتني التوبة في ذاين فلاس إن استغفر الله فيما والفرعوني أسلم فرعوني يشاهد لا إله إلا الله، ولكن أسميتي فوذي حي ذخي اللي بحر مكسم الساتي مكزار ذي مث يشاهد ذي نوم قفو ثارا التوبة ينسم قفو للدخول لسديشم غال الإسلام كان إذن آدي قار سيد ربي سبحانه وتعالى تسوذوث كستغفر سبحان الله تسوذ دلوفن سنجا قناع قيكي يقر الشفيعين فلسي عفو ربي إن دوا لما قسى قلبي وضاقت مذاهبي ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم أعظم أدي قار الذنبينو تسمى قيص مقر مليح مليح الذنبينو ماشي ذينو كي ذي ذرار وقال الإمام الشافعي إمام الشافعي وما أدرك من أنه الإمام الشافعي هذه قار ذنبو مقر مليح ماشي ذي لأنه كني ينادو ولكن مث قرن غل عفوينك ذي المغفرينك ينادو فيغض العفوينك إساطاس المغفرينك إساطاس كما يتمثل باش أنظر بلي الذنوب وعريث يقنع قيكا الناس عثمان بن عفان رضي الله عنه لا عبد الله بن مسعود اسمي قيكي الناس لشي تقاذ فيها يا عبد الله لشي تقاذ الناس لشي تقاذ يا أمير المؤمنين الناس الدنو في ويقاذ الناس الدنو في ويقاذ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يتمتث إمير تمتث وفانتي تسرو ننسي يا أبا هريرة أمثلك يبكي في مثيك يكسرون يحميك الرسول صلى الله عليه وسلم يرضى في الله خشيني قما قسم غرغور سيث تعضى إن ديار والأحاديث ذو الغرق إن يستسر ذاك إن يسو الله ماذا قلت الدنيا في الدنيا ثالث جغ في أقاد غادة الجغ نغ ماذا قلت الأخر في أقاد إن يسو لكن الزاد قليل والسفر طويل إن يسو الزاد أعوين دروس والسفر مقرحان قما لا يفغ العبد ذي الدنيا ثالث في البنغة مزوارة ذي رحال الأخر يكشم الدخل يوث الوتوريت وتفكرك ينوز مرضات حل ذولي وصطف الله وزمر ذات سيد حل ذي يوث الحسن وزمر ذات سيد حل ذي إذن داشو مرغي كفون نكوني ذي قوي نخدمك أنقر عيمان نغمون زمرا أنخدم قوي العي أنقر عيمان نغفين نديري خطر صر الرحمن سيد ربي سبحانه وتعالى كان يسالني يعني يحوذي الدنيا ثالث يحوذي يخل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعه سبحان الله كان يثمثل ما لما قيل دلو في السنة كذا يحب سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى تسرقي دين سبحان عمر بن الخطاب الفاروق أمير المؤمنين هذه قيمة سنة يا ليت عمر لم تلد عمر يا ليت أم عمر لم تلد عمر أنا غي ماشي ميت سعيد أنا غي ماشي ميت سعيد اتما قي منيس إحنا يا أمير المؤمنين إكشيني وما أدرك أنا وإذا عمر إني أسرح هذا سكل لخم الغير وماشي نكارث كل خم أبو بكر الصديق رضي الله عنه اسمه قال أدي قيمة كجريم دوكانيس اسمه قال ذا فاروق يرسد في التجارة من بعد يوفق يتسرون أشي ما تسرون يا أبا بكر
إني سنغ ربي نقول يدخيق الدفروخ اللي يستمدس يعجو وزر يحيي وزر يحرب كلش، ولكن ينا أسمع أنا نروح أروح كنت ساعق في ضرف يا رب لو كان يدخيق الدفروخ أزر يعني أنظر أمكي تسوى ذن دلو فنسني غشي. إذن أنا عقيب اللي الدنيا دونيث يوذيك زمرن، ولكن الأخرتين يومن دونيث يوذيك زمرن مي غياب نحي في هذا كنقدر القدره ويحلد هات بالك لا الوذي لا في مدينينا كون نسكن كامل بعض اللي مسكين دخيو قيضون يزدق، ولكن ماشي سوين شتني سرع الدين غير الاخر سوين اللي مستخيل ويا ونس دونيث يوذي كزمر يا خرف يوذي كيوم سبحان الله. كما يتمثل الرفقه من صفات سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى، الرفقه يحميس وسيدي ربي وخرجوني ما في خرجوني تيسان كيفك المنظر الحي للدنيا كيف كذمي الهان شنو ورو ذمي شنو ورو ليه كيفك سيدي ربي سبحانه وتعالى اكسرح الحمل عليك انت النور ذا يوقم انت النور ذا دفاع ديك دفاع ديك سيدي الخير كيكيا يقرا سيدي ربي بابايس افنكني اقضى عليك سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يقال يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اكيصلح سيدي ربي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. اكيصلح سيدي ربي العاملي اتزود اذيا اتيقمض اذيا اين تنورض ماذا قال لنا موسى في موسى انفسك دي فاضيكس يصيح كان مثلا. إذن الإنسان تقول هذا يسعو الرفقة في نفسيتيس أولا هذا يرفق في نفسيتيس خزرت كم دينا غادي خال من دي العبادة العبادة إيش كلفة ما نكش وين مزمر ضرع كلفة ما نكش وين مزمر يقرد فتقوا الله ما استطعته إن الرسول صلى الله عليه وسلم أغدي قال إن الدين إن هذا الدين متين فأوغل فيه بالرفق الدين إن الحكم سياقي كلف كان يمانيك شوين من الزمرض وركتك شو مد قوين من الزمرض يقرد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه إنيس نكاد الزمع غاكو العمر ومارو كاد الزمع غاكو وتسج غري وسط الزمع غرا إيسيس الرسول صلى الله عليه وسلم يسوي إنيس على طرد كدني إذا كان صحي إنيس إذا صحي كدني إنيس لا يا عبد الله إنيس أوزوم ثلاث أيام دي شهر أوزوم ثلاث أيام دي شهر من كل يقواسة تحسب سيدي ربي 10 ايام اذا الشهر نقضوا زم 3 ايام كانما صمت الدهر كله مره ما كنتو زمت مره دار ما تزمت 3 ايام ديال الشهر انيش لا يا رسول الله وتبقى اكثر من ذلك انيش غير جمر غير واكثر انيش اوزومي واش في دار شي يومين كل اوزومي واش يومين في دار انيش لا يا رسول الله جمر غير واكثر انيش اوزومي واش افضل يواش انيش اريد افضل من انيش كصيام داوود كما كنتو صوم داوود أفضل الصيام صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما إنيس لا يا رسول الله إنيس أنت أفضل من ذلك إنيس لا أفضل من ذلك ولاش أفضل من ذلك وزوم يقوس الفضر ذي يقوس أسمي نعم قرى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه تجد تزمرث يويا نعم كل الشواغز دي فكار رسول صلى الله عليه وسلم إنيس يا ليتلي لو كان قفيا كانت التي مني مزورا هيدي نكن خطر يوار ما تسنم ذي مني تسنم ذي يوتسير بعد السجر يمكير يقع تسبعد كان يون المسارة أتبع إنيس يوكن تفا كان دي ثلاثية مني يدي لكن إنفي صلى الله عليه وسلم ولاش تفريد ولاش الإفراد وكذلك جعلناكم أمة وسطا ولاش نكسترميز بين الإسلام تطرف ذي الإسلام يكزيستر تطرف ذي الإسلام هذا السوزم يروح ويتفكر أنه السوزم مارب خاطئ ذي ثيم مستاثية ودي قراري وان إذا قد سيد ذكا باش سيد دين سيام نغسر صدك باش سيد دين سيام نغسر ذكا باش سيد دين سيام لا الصريمانيك يا ما تنطوث ماذا الجاز الملامح هو الجاز وتسبنرا الملامح تنطوث تسبنرا خدم الثبع ذا الذي كان دين أكني تيقي حي فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير كده قال سورة هود إن الإنسان وإلى قراءة الفرق الحدود بشري الإكستريم كان أنظر ديننا أم كيكسا دخل مسيدي ربي الرفق ديكس أتصرف قد دي الرزق نيش خزاك دي العبادة العبادة قال كل سويني من الزمر فاتقوا الله ما استطعتوا أين مرة نفيد يوم أخذ ميني من الزمر ولكن أين في دين هذا الزمر داس الزمر داس لما يكون الزمر شطح الخمر ما زمرس وخر شطح الخمر زمر يخ حشوف التصيد استو خر شو يطني خر أين المندي حرام يكون زمرس وخرق ولكن أين في غد يوم أربعة شذاذ نخدم خدم يعني ميت زمرد كا ولكن أين دي حرم سيدار بين في دينها زمرس ابن آدم هذا شو خر أين المندي حرام إلى قدر شنو خر زمرس مرة هذا يرفق الإنسان دار رزقيس وتكلف فري مالك شوين مزمر ذرة أما عايش في كثير سيدار بين يقرض الله الذي خلقكم ثم رزقكم يخلقكم نيد ولا رزقكم نيد إذا خزرتنا في ذي دخل الصيغة عن الماضي المعنى سبلين إخلقكم نتسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى رزقنا ولا رزقكم نيد معناه
يخلق كل دار رزق كل تمسيت انا رزق فوق لين خلاص باين اين يديك سيدي ربي وين يديك وين يديك الغار هذا خلاص يحتفيتي سيدي ربي رزقه اين يقسم ولكن الى قد ان الحوف لا السياق ان يحوف الناس الخمين ان يحوم وانت لا في الليل اعوذ بالله من العجز والكسل اش سنتو هكا الدبابين باش يجي لا يقص روح دار غوص يشوف دار غوص قبري الحياي ياخذ من الحياي يرنو حرصه ريمانيه ولكن ذين يقسم من كان ذين يقسم من كان هذا اين يقسم ريا عبد يعقوب اللي وثي تسوار غاش اين يبغي يساوث كامل ولكن شوي قلنا غير يشتاني يقسم هذا شحال من هذاك في الكروسي استدنا في ادنا في هذا ولكن اين دحل ماشي ذين قبل عقل قبل عقل ولكن تفضل تفكس كروت ديك في سي سي تفضل كاس كروت يزنوزي تفكس كروت انسى كاس كروت اللي كان يقسم يقول شنو كيدي حل لك المره انشتني مع الركن يدي حل ذاك كاس كروت اللي كان مستحيل يحل واش ماشي واش تايفنا 5000 ذين كيقسم شي بدي ثير مثلي وثير مثلي تشغل على فلاش الى يوم القيامة تشغيرا عين يقسم سيدا الخالق سبحانه وتعالى يقدر الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله الرزق أكي تفع مكن أكي تفع الأجلينش أكي تفع الرزق الحويس كان سياقي باش كثير في سيدة ربي سبحانه وتعالى يقاد البيهقي رحمه الله إن دي نقدر قدر سيدة ربي قد يروح لابد ولابد ولابد دي روح أرغور يقدر الرسول صلى الله عليه وسلم نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه في معصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته إن جبريل عليه السلام كشميل إن مشيد العين سيغ سيغ زغنيو إن سيتولنيو إن دولكين قفير ذا خيقويو أدي قر أوش من سفري عبد الحشم يتشار رزقه اسمه أقل حمز ماذا قلي قولي أخذ أوثي تشارك والله ما يموت ذا فيس حشم ماذا قلي جذ يند الحوث السياقي يند الحوث السياقي ضيف الرزق وين دي حياي وروث ضيف دي حرام ضيف دي حياي افيد حكيم ولكن اين شي كتب الاول صور حالا وتقوى ذلك شغفيوي سبحان الله روح دا كان يون امكسا يدد كذا الوارفع عيش الدوكايش ميكسن اكني الحاش طحواسي يقوثن اليون امكان باش اثني السوق يقوض غير يوني فير يروح حسن ديش في زمان ما بنينش الشباب الصغير داخل فيرنا اي فدا يتعقد خصموطين قوانان عصميض هادي سفاريح لينا امشي يعني بدو كانش رحنا غوص جبدنتين رسكو انت مرة جدينا سيقش رحنا في كنز دي فكين وصدقنا دي المرنيس عنا كنا في كنز دي سواء يفكين انت هنا خلاص يقيت دا روح ننسى هنا فم كيف غيظة بخي الفيرقيا ننسى عيلة عمر دروح دا الغرس انيس خطا انيس انيس انك بدات وصل غارة بس روحو دار ذاقيا ام كيف غيظة انيس يا ودس كما ام شي غيظة يروح يقيتنا لم يتشفرني عندكني لك انا الفيرنيا يعرضز اذي سلسة اذاريس ام كيك الشطي غيظة غير دخي الفير ما زال يقيد غير القاثي وثيثي ديكرا جعلس ضربي سبا منطقي دموث ذا أغلو يمزوالو تكذو أغلو يوسين الشطو يفكي ما زال سوتي سوارا يرثي ضربي غير دوني يرثي ضربو يتسوارا روحي سال ميسوا شطو يفكيني ميكسوا يفكيني ذا اللي خلاص انتو ذا شفوك شحال عفاد شحال عفاد حاشا النسا تساليني طار اي تساليني طار ديك سن الغاشي ماشي دينك ماشي دينك شحال هذا ديك جالس خوان جالس خوان وينك تفكر تفكر اما قرد وينك شي جالس كي موثن وين يحضر يحضر يغادر الدنيا الشي ماكيا اللي يلحو دويد انا اش دي زينك انا يروح ننسى ايرنا خطر شي مين خطر رزقيش مزيان مازال يفكر ويفكر رزق الناس ولكن ما يفكر شحال هذا هذه اللي يجهد السرسن طاف دي طاف ديال الماكله الماكله اللي العاريه العاريه وقف ديالي في كافوسيس لا لي عباده مثل هكا وقف في كان وقف لي في كافوسيس باش ادي الدم ادي الدم الماكله اللي هذا تيش كل اللون الطعام يرسي تشوف لا تفضل لك الشكار داك يموت فين دوك كان يموت وقف لي يعرض دائما الى ما افطر يعني ليك فوق راسكم دافيش كل شهر زين ولكن باش استنى ادي يفات الرزق وكيش فاتر اكيد تبع رزقك اما كان كيف تبع الاجل سبحان الله كان مثلا الانسان سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يوم راض باللي ونحرص على ما نغف في معيش ينحرص منه في العباده ماشي في معيش اما عيش اني حو ام خاف اثي حوض فين يضمن سيد ربي غات الصغا ويدقيش خزات كان كيدي قرو خلق دقيق سبحانه وتعالى يقرد هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور فامشوا سيكي غاني حو الا تفمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه اتي حوض باش تشرب وسكرنا كان قال 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 كان
واش تشرب يقادش بفض باش هذا تشرب، ولكن هذه قرتي هي هذا حوت سياقي، فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. وكان ذي معيشه ذي قر حوت سياقي، ولكن ما نمقي ذي مساتن الدين ذي مساتن العباده ذي قر غيويذ. وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض وعده للمتقين. هذه قر يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. غاويه ثروا بريد الدين، غاويه تغزلي، غاويه غل مسجد. سلام الجمعه غاويه. اذا تمثلتنا العباده غادي قر غاويه، ولكن تمثلت تقوم عايش يقاد يحوت سياقي ينقص من يسرج وكل سوى ذرة يحوت كان سياقي سي ثادي فنيانا خذ يقرض ابن عطاء الله السكندري ام حيدي لو هو الجزائري من فلسيا فوربيا يند خزرت كان يند مريض لان الانسان يسعى الاجتهاد يسعى اي تغاوي يقول نسي ضمن سيدي ربي، ولكن يتسجد الواجب ليس بين يزدغي اليه هو انطماس البصيره البعيد تشد غير تقوي مرثي تصغور وين هي يضمنك ربما عايشي ما عايشي فسوي ذلك صوبي كنت صغوي يحوس ياقي سياقي لك، ولكن ما تصفضي تصغوي فافيش ذكويني سيضمن ولكن لكن في ذلك الفات يخدم اي لحوس ياقي اي حوس ياقي ذي العباء لك وكي يدرغي ويس السكن قلبت الأوضاع قلبت الأوضاع نكون غير ثم سلطن الدين أتشغي نظر نغار فيه، ولكن دي ثم سلطن رسكم ديانا رضوان خلاص كان سبحان الله اي مثلا اين كنا غير من سيدي ربون قال في الاسودان باش نحلم اين يقبل رياقي، ولكن دي تمثال تندين ان شوي غلط فيها الله اكبر كان يث مثلا هذا يرفق الانسان في نفسه فينش تيتوالى المعصيه اي خطر تصويت غير جهنم هذه قال سيدي ربي قبيس يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أدي قرأ عسف من نقول عسف الأهل نقول ما تعص ذي من يقول اللي ضرام ذي الانحرافات وتصفضار وفريد سجد على الروي الروي كذو خامي كذو فاني وفريد ماشي كشي نوع تصفضي وفريد تصفضي وفريد اللي الرين تصفض بعد سنت قوي ولا كشم الدر للرين كشم الدر وفريد العين كشين أنا فهيا انثبع كان فريد نتبع ذاك شقيك فراق وفريد يثبع ذاك ذا فريد نكال انثبع يقازن الزويرة ذا أزن الزويرة ذا الوفريد يلهان باش تسمر ذا خامي كذو غين اذكش من مرة الوفريد يلهان كجنا هذه قرصي دربي الجواليس عزيزا يقرد يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم عليكم أنفسكم يمو أتجبر دقمانك قضية بعد تجبر بعد تصبح على غير نظر ما نقول لك شيء نقول إذن الهداية نقول إذن المستقيم نقول إذن طعن شيء ضربين خلاص نقول إذن الهان ثلاب في صراط المستقيم وركت الصورة الغير نظر خطر الآية جدا صورة المائدة أتصي سيقارن باللين عليكم أنفسكم عليها ذي من نقول كان الغير نظر نكتو قارير معنا ذيكس لا هذه قرصة ذي ربي زوير دهون دقمان ونقضي ولكن ما في مستقيمين في السيارات السيارات سيدي ربي غوث السوم يخامن اللون الجيران اللون لعبة عندك تتاح الفرصة باش سي نظام سلاي العين الناس يديو ندير كاروس كان شنو تزال الدار سيدي ربي كي دقيقا لو كان اكيد تصدق راه حكايه كتمشط حتى تسع دبار بدا شي خدمه زعما هذا تزال يمكن كي دقيقا لاش كتقوي الغوصه كي حاجه ام ايني لها ايني لها مره نتمرض في الناس من بعد ما تجبر بكمالي هو كتغفي الغفاية سبحان الله كما يث مثلا الرفقة في الوالدين تسعود الرفقة في الوالدين زرت كان قرت سيدي ربي قويس سيدي ربي قويس الذي قد وقضى ربك ألا تعبدوا إلى إياه وبالوالدين وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا الذي قرت سيدي ربي قال سبحانه وتعالى وقضى ربك سيد ربي جعل ذي القانون الغوص خضاري في سيد الفرع أتعرف سيد ربي أولا بعد الوالدين سيد ربي أولا بعد الوالدين هذه قال إما يبلغن عندك الكبارة عندك أسن خلم يولا الاختذاقين عندك معناه ماشي كخم إلا ميزون دي فيون أثويض الوالدين يخص عقيدك الغور كريم تجد تزمثي القضية يغورك إما يبلغن عندك الكبارة أحدهم أو كلاهما أما ذي يونا مدسين أما ذي مكا مدفافكا أما ذي سين يلسن ذي سين يلسن يلدوس القرار أوف وفاقين ذا وين ديري وذي عاي ثرا ولكن دوا كوك خفيف ندير هضور نديري مرة ناكل كون إلا هو نخفيف ندواس اللي دوا وين ديا دار ولكن دوا كين إلا دوس تقرر غير والديني يلا أسعى نظر سيدة بس نظر بي رحميثنا ما كني يضربان رحميثنا ما كني يعد شعني ما نسن في الليل رحميثنا ما كني يخذ من يتسكرن العبد العبد تصرف قال العبد دوا كو إمي فضول ذي المخلوقات مرة أكو لأن الحيوانات دي سعوا ميسي مرمية تتبع سليكية تتبع الفير مرمية ذكرى في ظلس تتبع الفير ولكن يعافذ 25 سنة نسكي التفع فافاك
من بعد ما يرضى سنذوكيا يا مسيد ربادي قال ربكم أعلم بما في نفوسكم هذه كمية ذاكية وقال ربي رحمهما كما ربياني صغيرا ولكن قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا سيد ربي صار ذا شكو لنقو يونون إزاش متحمين لو ينون إزاك ملك الذي حبا يغفوظ مربيا لا ذذر ابن سعال لا غير لك الفايدة خطرة تقاعد إلى عصر جين سعيش لكني ما ذق الذي ذي ربيان الوالد نزع سعر البدخول كثف فاصل سعر نزع كم ولكن سيد ربي زار هذا شيء لنا دخل يقول أرضي هذا ربي إن شاء الله جميعا يثنى إقرد عبد الله بن عباس رضي الله عنه إن ثلاث الآيات قرنة سيد ربي ثلاث الآيات نظر إن ماذا قلت روحي يوث وتقبل على فيض إقرد وأطيع الله وأطيع الرسول ماذا قلت ضع سيد ربي ضع ضرر الرسول وتقبل على التعنيس إقرد وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة ماذا قلت تجد الزكاة من ضرائس وكيقب يارف ظل ذنين يقول أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير أتشكر سيد ربي أتشكر الوالدينك ولكن ماذا قلت تشكر سيد ربي تجد الوالدينك وكيقب يارف الشكر أن أتشكر سيد ربي يقول سيد ربي أكد الوالدينك سيد ربي أولا بعد الدور ذو الوالدينك أخطر من النمس سبثي السنات سيد وخيقا سبثي مزور سيد ربي سبثي السنات ذو الوالدينك لقد سعصني مني في الناس أسير الرفيق فأهل بيتك سعود الرفقة في أهل بيتك هذا ما دين الرفقة خذكون الرفيقة دونا كرفق ولو كان ذي السفرين الرفيق أزمة لا سنة دين الرفيقة ويسكر هي دوني ثم يامي الرفيق دونا كنا أس أفواج مرة أكو أنت فواج ذي يدس كاملك وذي جنتي سعد ذي يا رفقي كذا يسكنك دين العين الشرح يكسقويه يسكنك دوذ ميلهان أمسلاي العين يخل ما كل وجه بيسقويني لهان كاملك باش ذي رفواج ذي رزيدا هذا أنت تسمح ثاي دوثو ذاتين وكذا الرفيق أكيد إذن أتسلي تسعود الرفق بأهل بيتك يقال الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله الخيار ذكوين غارو خميس ولا يمكن هذا الخيار ذكوين غارو خميو أكيد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أزمير دارا نصف كذا فوش دقواروي تسعي تمي داثم تذكر وإذن قال لهم وإذا كيك جاحن إك جاحن وإذن مثلا لو كرر ونسنا لميدا سنة الخريط وإذا نوت سيكينا لذي البرنامج وإذن نتسدر لك وإذا نتمساتي لنو حسن ولكن ويلي هي سعيش ندور ونسن تسوي لازم دغرو من سكسو تسوي لازم أمعيش ولكن نصنص ربي نرى وإذا نضجع نرى ونسن قال الرسول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوه بركيس يثم ونقض قعن دريينس أذن تسفق الطباء أذن تسفق الجنيور أذن تسفق الليسون ذي الرشي أذن تسفق وسن تسكن برا غفريد سيد ربي وسن تسكن برا وين أذن دقيقا عقب لي ضد قعطن أزكى ذي الأمانة سيد ربي مخاف قوي كم أم زورو تم زورا إلى قصن تسكن سيد ربي بعد سن تكمل دي العلوم مرة ولكن تسكن لسن سيد ربي ولكن ما سن تسكن العلوم النظام مرة أكو تسكن كل الدبلوم قم كل دي دبلوم دبلوم والسنة سيد ربي ثني دقيقا أما كنت تغضز تكرس العين وسعنا لكم الدن مرة أكو ولكن في من عطوا يسعر البيرمي يا ناس ما حدش في لسه نغسل حتى نهار الدات فخ من سلتيس كي إذا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول سبحان الله سقسن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ناس ليش خدم الرسول صلى الله عليه وسلم الكخامش ثنيش يكون في مهنة أهله يكون في خدمة أهله يتعاون الخامش الكخامين أين خدم الكخامش يتعاون إثما أو إذا مش تحفر مثلا قرتين يوفق خدمت يخدم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم يون وفريد يطف الحسن بن علي الزرم كان الرحمة الشفقة السخن سيد ربي وسقض الرحمة الشفقة وروي خطر الرحمة وزمال لا تسعود كان في يوني يعني وين يسعنا الرحمة يسعى تكون في مدنة الرحمة سعي كيك ربي الرحمة روي تسعود فينك قربان فينك ذا أفت الصندر وتسندر تسعود الرحمة ولو في الحياة وانا تسعود الرحمة يقيم الرسول صلى الله عليه وسلم يتفد الحسن بن علي يتفد دغر غرس ميس قليس ميس فاطمة رضي الله عنها وأرضاه يتفد يسودني من بعد إلا غير يون غير طرفيس يقال نسم أقرع ابن حابس إنما إنس يا رسول الله إنس يمكن ساعة عشرة من الولد جاء مرسول ما يون تقرب إمقيث الرسول صلى الله عليه وسلم يون مقي إنس من لا يرحم لا يرحم وين الرحمة روت ورحمة إيش إنه الرسول صلى الله عليه وسلم التعيد مثلا أستعلم الرحمة يورونا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في قمة المدينة شوارع المدينة دي في قردان مش لاحظ تسلم فلسة أشي ما تخدم ما كانش تقيا أنس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولا أخذ تسلم فلسة وتسلم فلسة هذه تسعود الرفقة في وجهي تسعود الرفقة في تجاه تسعود الرفقة في الضعيف تسعود الرفقة في المسكين قرد سيد ربي فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهى أما الضعيف يضيفن للسائل حق ولو جاء على فرس يضيفن يضبط ثمر بيم اسمه قيرا اللي بسجل شيء ديرسا في كاسين إلى إن في إن في
يقول لك فشي في كثين من الزمرة ذنشتين فعن فافيش كان غير مثلا يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين ونك نبو جنين ما لقى ليس تكلف العبد يس إن ذن كيس أكاري جنث زرت كان غير مثلا يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ولقي حول فجر تكل وجير نكذ المسكين إن أمي أمين الجهاد نفوذ من سيد ربيهم ما كان يروح وعذا وغارف موت وشاس كافح صفي المعنين باش أنظر يعني ممكن إذا العصر جين سعيشين على طريق من عوجي إلى طرف من أي من ثمن عثجات على طرف من عن عيق حش قد يرحم سيد رب الخالق سبحانه وتعالى نعيش في زمان سواضية من سواضية من عوجي من سواضية من عثجات سواضية كيف مثل لكن أنا أغدي أضرب إن شاء الله باش أنظر في مسالي شفنتية أنا في ذا عوجي لروح ديون غير الرسول صلى الله عليه وسلم إنيس رسول الله أشكو قسوة قلب نش قسحوي ومكاخذ ما إنيس امسح على رأس اليتي إنيس يقصحوي أم كأخذ ما الناس سيف وقرية إذ قرية وجيل الناس الدفاع سيد ربي الرحمة ضبويك تيا أتسعود الرفقة في جميع العيذة ذا ما تصنطنا مورد السندرة غاس مشي دين سيمن عدند الجماعة من اليهود عف الرسول صلى الله عليه وسلم دشونا إسنا ننس السلام عليكم خذف كان السامع نهد الموت ود ناس الموت يوشبيح لخير مخلوقين عند الله ود ناس الموت السامع عليكم الرسول صلى الله عليه وسلم يسوى عليكم ولكن عائشة رضي الله عنها وأرضها تسلي أرطفست يسوى عليكم السام واللعنة والغضب ثلاثين سنة سوينتي سمسلي سوى الفذ أمسلي ولكن ليش يسينا الخيار الخلق نسيذ رب الخالق سبحانه وتعالى في محمد صلى الله عليه وسلم اللي اسمه لن يا عائشة عليك بالرفق عليك بالرفق وقال اليهود اليهود اسنه درنك الناس عليك بالرفق الرسل مسلي لعيك يسير درا الناس رسول الله أولم تسمع ما قالوا أزر ذا شو إدنا الناس يغس الناس وتسير ذا شو سنرى الناس وعليكم الناس كني أي تقبي سيد ربي يستجاب لي ولا يستجاب له الناس كني أي تقبي سيد ربي الناس لله من ذنب سند الدقبيا زل الرحمن الإسلام أكينيون إلا وين نديرين في دين الإسلام اليهود سيقر عليك بالرفق ما أحلى الإسلام إسلام نعمة سيد رب الخلق سبحانه وتعالى فقم عائشة رضي الله عنها وأرضها في أفرغم أي مثل يعرش طح بش الذي يحبك كثيف كثيف انت قاروس وش بحل النبي صلى الله عليه وسلم إنس يا عائشة عليك بالرفق فإنه لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه إنس عليك بالرفق الرفق ذي عايز الرحمن ذي عايز إنس دليل الرفق حاشا الخارج لان إنس الدولة شرفق وسعد الخارج لان دينا إذا الإنسان إلى قناعة باللي يعيبات أسعون أنسعون الرحمة قوغرنا أنسعون الرفق قوغرنا بشذي لين المراد نسيل رب الخالق سبحانه وتعالى ذي العيبة ليس ذي الشعار للمجتمع ذي ذا الرفق وقيت الشعار أريل دخل العيبة أن فلسعون الرفق برحمة قوغرنا كان يث مثلا الكل يون أذي يرفق سنغرنس وقيل كي قلنا قليل دخل المجتمع وثبتدود سدخين العائلة هذه اللي الرفق سدخين العائلة دخيت وشوت رسيل الفاميليان شوكم إسوي ذنشتقين إذا لقيار ثم زواروث دخين المجتمع يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق ماذا قلت غير سنة ربين إوخام الخير يند أسنسكشن الرفق لكل يونة ديال فقس سنغيرس دخل أخرى كيف مثل سعام الرفق دخل ديك العائلة العائلة لغن كيف العائلة لغن كيف دي فور المجتمع هذا سعام الشعار نس ذا الرفق يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من الخير ومن منع حظه من الرفق منع حظه من الخير يندوي الملف كسيد ربين المقسوم يسدي الرفق ينبقي صحي في الخير ماذا قلنا يتسوى من عباب يسؤث اللي صحوانا ذي الرفق ورسال بشكل الله عندي الخير الله أكبر كان يثمثل يقرض إن الله يحب الرفق في الأمر كله يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق ما يحمل سيد ربي العبد هذا سيف كريم الرفق يقرض جرير بن عبد الله البجل رضي الله عنه يندم من يحرم الرفق يحرم الخير كله وين يتحرم من ذي الرفق يتحرم ذي الخير ذي الخير مرة انشتقي مرة أكو أي مثل يتوان طبقة في المجتمعات مرة أي خطر المهمة الإنسان دي دونيث العبادة
قد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعبادة في دي كل في عبدي دوني ذل فعيل الخير تخدم وكسر ما ذقلا تزلا ما ذقلا تسوزوم ما ذقلا تحجوم ما ذقلا بعد العلاقة في كبر استاذ المجتمع ذل والدين ذل مزورة ذل خامي ذل جيران ذل ويا ذل نظر جار ذل كيك مقفوين ذل دين لا تخدم يقنع فيك سيد ربي توصيد في الفعيل الخير ذل دخل المجتمع والذخي يجي إلا الرفق يقرض وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ذكر تظل الزكاة يزور الخير الفعيل الخير يزور الناس غسل الفرائض ويجينا ولكن يزور الفعيل الخير وأوحينا إليهم فعل الخيرات بعد قضاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين سبحان الله التغيث مثل يكشم يون المأمون الخليفة المأمون رحمه الله الخليفة المأمون يكشم غرغرس يكشم غرغرس يون إذا ذات يتوعيد إما يتوعيد يتوعيد يتصل جار شو تعب كذ في الله شو فتخل مكة فتخل مكة فتخل مكة إيش بقية ذي الخليفة يوهانس إني إيش يا هذا إني إيش أرفق قيد أرفق في اللي بزاف بزاف قيد قلبك إني إيش قاعد سيد ربي سين خيريش إني إيش قاعد ندر ويني لن الشر أخر والكيني إني سو يوم رثنا بس صهدر نمسلين العين إني إيش شيء ده در ذاك يوم إني إيش قاعد هارون سيدنا موسى عليه السلام إيش قاعدنا غير فرعون هارون سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام إني إيش خيري إني إيش قاعدنا الفرعون الفرعون ذن سجل لنا الشرف لي غصن كل الشر ولكن نسال الشرف أكثريو إني إيش ولكن ناس نقار فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى أهذر ثسم صلى يزيدنا هذا أدي تخشى شوية ولي ساعة ديو غيغل وغيغل نسيد ربي وخلق سبحانه وتعالى التغيث مثلا يقرد وش بيحنا نفين صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرف يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها قالوا لمن يا رسول الله قال لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وأطال الصيام وصلى بالليل والناس والنيام يوصفت أما ذلك نين ذي الجنة تغتيك تضار بجميع مثلا يعني يوصف ماشي ذي نمكز مرضة الوصف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ماشي ذي نكو ذي الجنة سبحان الله تغتيك تضار بجميع يثمثل إنيس ماشي ذي وصف إنيس يوم يميك هكي غانش تغي إنيس يوم إنك نيكس عالم صلي صيدان ودي شوفوا غير رقفي حدك مش عشان صلي صيدان إنيس يوم إنيش شيني مكيا خمس شيني مكيا حميد سيدي ربي إنيس يوم إني طويل عند الصيام يتصوزوم أطاس إني شو اللي تزلن دقيض لوقت اللي قرأت صنع كلمة دل إني شو اللي تقيس ربي غانت على قدي جنة سبحان الله التغيث مثلا يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم من أعطي الرفقة فقد أعطي من خير الدنيا والآخرة وما يفك سيدر بالرفقة إني شو يفك سيدر بين الخير الدنيا يفك سيدر بالخير الآخر إذن تقوي أغدى أي مثلا يق أنسعو ثمسات لنا الرفقة الظرف فرضا كل إنسان مسلم هذا تيسعو وتشوفوا غير يقفيع أم كاكتب عني غشي أم كاتذ عذر وبريد الدين أم كاكسن حسن أم كاكتب عني أم كاتذرن تشوفوا غد أن يقبي رياقي ينغى تشفر دي المسجد أن تشتقي يوحار ذي مزيلين ذي نسيم يقتاوي ذي قتاوي باش يدينيون هو ولا استرد استرد سينا استرد سينا لا يقت الصفر أين كانت الصفر ذاك المرة أكو ذي الأجر غير سيدة ربي الخير سبحانه وتعالى خلف من عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين إذا تقول يا دبلين اللي يسعو الإنسان الرفق دخل 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 أمسلين يقرز سيدة ربي إن فيسو شبيح صلى الله عليه وسلم إن يسلو كان ماشي ذا الرفق يدين تسط أمسلين قد سعادك كتبعنا لي غشم ذا الويارك رقوين فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك إذا أسقر لو كان مشيت تستجيع شو شيء سيك ساعة زط لين الكلام الرحمن سيد ربي فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك إنسان يوم رأت سيد ربي أن شعوم الرفق شيء كان في عيبة إن شاء الله في الحيوان خذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم كدينا إن التنطوث إن تكشم جهنم أفتمشي إشتا حبسيت داخل تخامت ورست في كيما كيا وتسجينا تشند النظام ارمي السوف ثموث سيدة ربي خفيت سجينا بسيش يقدر الرسول صلى الله عليه وسلم يون الباغي من بني إسرائيل إنه إثدد القبريه إنه يفاد أقجون حشكم حشك داركم ألي شب ذي قاعد يفاد ينادي تسمع قيل كنا ينادي يروح يمارس ترى صورس يشورس تدي في كيس تيسوا رمي يسوا رمي يروى ينادي محس إذا ربي دنو في سمرة أكو مش بذي جنة عرفق إذن أي مثلا إلى وجين إلى قتيس
كل إنسان مسلم أدي شعور رفق أدي سويني سلغيرني سعود باش أتلي الرحمن يالي ينسي من تلي الرحمة يالينا تلي الحمالي يالينا تلي المحبة يالينا تلي المعاونة يالينا وذوان شتيام يسري المجتمع المسلم المجتمع الإيماني المجتمع يكحب سيد ربي الخير سبحانه وتعالى كيف مثلا رجع يا ربي من المؤمنين رجع يا ربي إذا كيسان السفاقين رب العالمين صفان الرفق رجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله استغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.